أعلنت محكمة العدل الدولية أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه لا يوجد حق لإسرائيل بممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأراضي المحتلة. وجاء ذلك خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية في الهاي لإصدار رأيها بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكد قاضي نواف سلام رئيس العدل الدولية أن المحكمة بإمكانها إبداء رأي استشاري غير ملزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، حيث رفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي. مارست الحكومة الإسرائيلية لوظائفها وتطبيقها لقوانينها المحلية على الأرض الفلسطينية ونقل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين للسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يؤدي إلى تأثير سلبا على الحق الفلسطيني في تقرير المصير. وترى المحكمة بأن تأكيد إسرائيل لسيادتها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك للقانون الدولي الخاص بحظر الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وأن هذا الانتهاك فيه أثر واضح على قانونية الوجود الإسرائيلي كقوة محتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وترى المحكمة بأنه لا يوجد حق لإسرائيل بالسيادة أو ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة لأنها قوة احتلال لالية، وفي ذلك انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر احتلال أرض الغير بالقوة.